ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. بعد التحية دكتور، يعني إنجاز تاريخي لم يتحقق في 26 نسخة من قمم الأمم المتحدة للمناخ، ولكنها تحققت هذه القمة COP27 بقمة تحمل شعار التنفيذ، يعني أصبح الاتفاق تاريخي بأن يتم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، دلالة ذلك وتأثيراته. شوفي يا أستاذة، طبعا احنا مش هنكرر ما حدث في المؤتمرات السابقة منذ عام 1994 حتى هذا المؤتمر الذي عقد على الأراضي المصرية، وكل التوصيات تدين الدول الصناعية الكبرى، وكل التوصيات تطلب المشاركة والدعم للدول المتضررة من التغيرات المناخية، وبالتالي كانت التوصيات هي مجرد توصيات على ورق، ولكن هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذي، لأنه بعد ما ساد أوروبا وأمريكا والصين والدول الصناعية الكبرى تطرف كبير في الظواهر الجوية، وبعد التقدم العلمي الذي وصل إليه علماء الأرض كلهم حول المناخ وما يحدث في المناخ والتغيرات المناخية وتطرف الظواهر الجوية، أدى إلى انصياع الدول الصناعية الكبرى للقرارات الدولية، لأن التطرف في الظواهر الجوية طال هذه الدول الصناعية الكبرى، طال الولايات المتحدة الأمريكية بجفاف أنهار وموجات حرارية متلاحقة مرتفعة الحرارة أدت إلى حدوث وفيات، الوفيات طالت هذه الشعوب من جهة الظواهر الجوية المتطرفة، الأعاصير اشتدت قوة وعنفا على المحيطات وتأثيرها على الجزر، وأيضا الحرائق التي أخذت في طريقها مساحات كبيرة من الأشجار والمساحات الخضراء أيضا. ما هي حرائق الغابات لم تنتج عن فعل فاعل، ولكن الفعل الفاعل هو الموجات الحرارية الشديدة التي تؤثر على هذه الغابات، فينبعث منها غازات تساهم وتشارك في زيادة الحرائق ومعدلات الحرائق، بالتالي ازدادت نسب غازات الاحتباس الحراري. كان من الضروري على هذه الدول أن يعني الحوارات أن تكون بين الطرفين متعادلة من جانب المناخ المتعادل من قبل الدول المناخية المتأثرة بالانبعاثات الكربونية ومن قبل الدول الصناعية المتقدمة. التقدم في التكنولوجيا قد يساعد على التكيف مع التغيرات المناخية، التقدم الاقتصادي قد يؤدي إلى تمويل اقتصادي في زيادة مشروعات خضراء تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية. ولذلك طاولة المفاوضات كانت حوارات طويلة بين الدول الصناعية الكبرى والدول أفريقيا المتضررة من الانبعاثات الكربونية، وما حدث في العالم في أفغانستان وكذلك في باكستان وكل دول العالم من تطرف مناخي، وبالتالي كان لابد من النسخة النهائية أن يضاف إليها صندوق الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وبالتالي هذا الصندوق سيساهم في دول العالم كلها، ولكن النسبة الأكبر ستكون من قبل الدول الصناعية الكبرى العامل الأساسي في زيادة الانبعاثات الكربونية. يعني اليوم أعلنت مصر أنها استطاعت أن تحافظ بجدية على هذا الكوكب بشكل فعلي وخطوات على أرض الواقع حقيقية. يعني هذا الصندوق سيكون له تأثيرات كبيرة على الدول المتضررة وهي الدول الفقيرة والتي كانت أكثر عرضة لهذا التغير المناخي. عاوز اوضح برضو للساده المشاهدين، يعني مش معنى الدول افريقيا الدول المتضرره من الانبعاثات الكربونيه او الدول الفقيره هي الاكثر عرضه للظواهر الجويه والتطرف المناخي، لان هذه الدول لم يكن لديها لا امكانيات تكنولوجيه ولا امكانيات ماديه عندما يحدث ظاهره جويه تؤثر على شعب من الشعوب بفيضان، على سبيل المثال في دوله شقيقه زي السودان او دوله باكستان تطيح بالأرض الزراعية، تطيح بالمحاصيل الزراعية، تطيح بالتربة وتجعل المياه راكدة، تؤدي إلى انتشار الأمراض وزيادة الأمراض وأمراض جديدة تنتج من هذه البرك الناتجة عن الفيضانات، بالإضافة إلى الموجات الحرارية الشديدة التي تساهم الفقراء في زيادة الإغماء وزيادة الشعور بالحرارة، والتي تؤدي أحيانا إلى الوفيات في دول أفريقيا، حيث المنطقة الجغرافية لأفريقيا
تساهم بشكل كبير في عنف الظواهر الجوية. لذلك كان يجب على هذه الدول المشاركة بالمال والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ تعهدات المؤتمرات السابقة. مصر كانت نموذج من هذه النماذج الإيجابية في قيام مشاريع استثمارية خضراء. هذه المشاريع احتاجت إلى تكلفة مالية عالية، كانت عبء على الحكومة المصرية وعبء على المواطن المصري في التكلفة المالية. ولذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس بايدن عندما ولكن أعطينا درس مهم جدا للدول الصناعية الكبرى، أنه يمكن التحول إلى الأخضر لحماية الكوكب وأيضا إبقاء الصناعة في أعلى معاييرها. شكرا جزيلا لك الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق.